حياكم الله مشاهدينا. وفعلا مأساة السيدة رقية سلام الله تعالى عليها حادثة لن تتكرر. دعونا مشاهدينا نسلط الضوء على إحدى المشاريع الكبيرة التي أنجزتها العتبة العباسية المقدسة، مشروع ساقي عطاشة كربلاء في القارة الأفريقية. إنجازات كثيرة وفعلا يشار لها بالبنان لمثل هكذا مشاريع قد تصب في مصلحة الكثير من الدول اللي متعطشة، بنفس الوقت نقدر أنه نوصل الرسالة الإسلامية وقضية الإمام الحسين إلى تلك الدول. بالتأكيد سيكون معنا عبر الاتصال السيد مسلم الجابري، مسؤول وحدة شؤون المبلغين للقارة السمراء في مركز الدراسات الأفريقية التابع للعتبة العباسية المقدسة. أهلا ومرحبا بك سيد مسلم، وأعظم الله لك الأجر. اهلا وسهلا بكم، اعظم الله اجورنا واجوركم. الله يبارك جميع متابعيكم ومحبيكم. الله يبارك بكم سيد مسلم، واهلا وسهلا بكم واعظم الله لكم الاجر. بدايه اريد نتعرف من جنابك الكريم، ما هو مشروع ساقي عطاشه كربلاء وما هي اهدافه الرئيسيه؟ تفضل. نعم، ان مشروع ساقي عطاشه كربلاء هو احدى المشاريع الانسانيه التي نعمل عليها مركزنا، مركز الدراسات الافريقيه التابع للعتبة العباسية المقدسة. نعم. في شؤون فكرية وثقافية، وتكون فكرتي على أساس الارتباط بين البعد الإنساني والديني وزيادة الارتباط مع واقعة كربلاء الخالدة. الساقي هو حامل الرسالة الإنسانية لتوفير الاحتياجات الفطرية للإنسان المتمثلة بحقه الطبيعي للحصول على الماء وعدم الزوال منعه. وهناك تم اهداف تقريبا، اولا اسعاف المحتاجين لتوفير الماده الاساسيه لديمومه الحياه الا وهو الماء. ثانيا الربط بين هذا البعد الانساني بتوفير الماء وشخصيه الزبده لصاحب المواقف الانسانيه الا وهو ابن الفضل العباس عليه السلام. الثلاثه اعطاء معجز تعريفيا بمقدار الدور والاثر الانساني لأهل البعد، وأنهم يعتنون بالإنسان بما هو إنسان فضلا عن محوريته الدينية. رابعا هو إيصال رسالة بأن التبليغ لم يكن يوما محصورا بالأقوال، بل قد يكون الفعل أكثر تأثيرا. نعم نعم أحسنتم. طيب سيد، ما هي الأنشطة الرئيسية التي يتضمنها المشروع في هذه الدول بالإضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب؟ أهمية الأنشطة تتمثل بالنشاط الأساسي وهو حفر البئر، ولكن الغاية هو إيصال الماء، ولذا تكون الاستجمامات إيصال الماء ليكون متاحا للاستعمال البشري. تتطلب مزايد من المواد والآلات والأجهزة. نعم. وهذا التفاوت حسب المناطق الجغرافية. ولو الحوض المائي الذي استمد البئر منه الماء، وأيضا حتى طبيعة التركيبة السكانية التي تنشر تنوعا تستلزم مراعاة ذلك، بخلاف لو كان قرية تنتشر نوعا سكانيا واحدا. نعم نعم أحسنتم. طيب سيد مسلم، ما هي أهم الدول الأفريقية التي يعني مثلا عمل هذا المشروع في إقامتها في هذه الدول، وما هي الرسالة الأساسية التي أرادت العتبة العباسية المقدسة توصيلها من خلال هذا المشروع، خاصة هذا المشروع اقترن اسمه باسم أحد من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وهو مشروع ساقي عطاشة كربلاء تيمنا بأفي الفضل العباس عليه السلام. طبعا نرغب من خلال هذا المشروع أن نوصل عدة رسائل، أولا منها أن الإسلام ومذهب أهل البيت عليهم السلام خصوصا هم أهل الإنسانية وهم رعاتها، ويعملون وفق مبدأ أن لم يكن أخا لك في الدين نظيرا لك في الخلق. هذا أولا. أما ثانيا التبييض العملي وأكثر تأثيرا وأشد إخلاصا من أنواع التبييض الآخر. ثالثا أن الساقي وإن كان حمل هذا اللقب أبو الفضل العباس عليه السلام،
ضمن مقطع زمني محدود وهو يوم عاشوراء، وضمن مقطع مثالي محدود وهي كربلاء، ألا وأن هذا اللقب ألقي لظلاله وبركاته يمتد على طول فترة الزمنية ومقطع مكاني أوسع يطل على يطل الأسماء وغيرهم. رابعا أن العتبات المقدسة وهي منارات تستمد هديها من هدى الأئمة ليكون النطب الرباني حاضرا لعبادته. نعم. طيب هل هناك يعني فد انه افكار ل يعني ارفاق المشروع التبليغي ونشر المذهب الشيعي او القضيه الحسينيه، بالاضافه الى انه يعني وجودكم هناك لايصال الماء، هل ترافقت في هذا النشاط مثل هكذا فكره، وهل هناك مستقبلا ان لم تكن؟ طبعا الخطه الطموحه وهي في مراحلها الاولى تتشكل توسعا الخطط المرسومه لها وفق آليات ومحددات زمانيه ومكانيه ليتم وضع شيء موضعه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. طبعا اليوم مركز دراسات الافريقيه قد تم افتتاح اكثر من 44 بئر في القاره السمراء. نعم. في شرقها وغربها وجنوبها. نعم. ان شاء الله موفقين يا رب. اذا السيد مسلم الجابري مسؤول وحده شؤون المبلغين للقارة السمراء في مركز الدراسات الأفريقية التابع للعتبة العباسية المقدسة، كل الشكر والتقدير لجنابكم الكريم، وإن شاء الله كل ما تعملون به يكون في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا. حياكم الله وإياكم، أشكركم على هذه المحاضرة، الله يبارك. شكرا جزيلا، في أمان الله. إذن مشاهدين الكرام، يعني حقيقة مشروع جميل ورائد، يعني كما تعمل به العتبة الحسينية المقدسة أيضا لها مشاريع في الدول الأفريقية. اليوم أيضا العتبة العباسية المقدسة عملت على مشروع ساقي عطاشة كربلاء، وهو توفير وحفر الآبار في الدول الأفريقية التي تعاني من شحة المياه هناك، خاصة الاسم ارتبط باسم أبي الفضل العباس عليه السلام. هناك رسائل عديدة يعني استطاع هذا المشروع إيصالها لهذه الدول اللي فقيرة. أول شيء أن الإسلام هو دين التسامح والمحبة للجميع. ثاني شيء، اليوم احنا يجب أن يكون كل محاورنا وكل عملنا هو في خدمة البشرية جمعاء، وهذا ما عمل به مشروع ساقي عطاشة كربلاء، وأيضا نشر الفكر الثقافي والديني في الدول التي تعاني من هذا الشيء وهو قلة الوعي الديني والثقافي هناك. فإن شاء الله كل ما يعملون به يكون في ميزان حسناتهم. متواصلين وإياكم بباقي فقرات برنامج صباح كربلاء، نتوقف بدقائق مع موجز الأخبار والزميل عباس الأنصاري.